يوم عرفة يعني زي ما يعني شاهدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيام وضمن الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف مغفرة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عن يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق عيدنا هذه أيام عيدنا قال أيام أكل وشرب وذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وقال لعمر رضي الله عنه بعد ما قال سيدنا بلال رضي الله عنه أنصت لي الناس يا بلال فخل الناس تسمع فقال يا عمر إن جبريل أتاني الآن وقال إن الله تحمل عن أهل عرفة وأهل الموقف التبعات فضمن الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف المغفرة بل وحمل عنهم سبحانه وتعالى التبعات زي التقرير اللي تفضلت به المسامح كريم فعلا خلاص حصل ده يوم سماح عظيم، دي يوم نفحة جودية علوية إلهية رقيقة، طب ومن لم يحضر المشهد؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عمل هو في ظاهره انه عمل بسيط للغاية، لكن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لأنه أيضاً فيه تضحية. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت والسنة التي تأتي. يعني يكفر سنتين، يعني في حديث عاشوراء الشريف أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت. في حديث عرفة الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام احتساب يعني يحتسب على الله يعني عزيمة من سيدنا النبي على الله إن ربنا يجبر بخاطر النبي عليه الصلاة والسلام لخاطر أمة النبي عليه الصلاة والسلام إن من صام هذا اليوم، طبعاً اللي عندهم الأعذار واللي ممنوعين من الصيام بطبيعة الحال أيضاً النية تكفي يعني جاء إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عشان بعض أهالينا ولا بعض إخواننا يجلد ذاته ويقول ده أنا جيت مرط في اليوم ده ده أنا الدكتور منعني من الصيام في اليوم ده الناس كلها فازت وأنا ما لا أرجوك أرجوك الأعمال والتكاليف على قدر الطاقة المهم أن ينظر الله سبحانه وتعالى ويطلع سبحانه وتعالى اطلاعا مخصوصا إلى قلبك فيجد فيه النية والعزيمه طيب لم توفق لم يقدر مسامح ان شاء الله سبحانه وتعالى من نام عن قيام الليل كتب الله له اجر القيام ان كان من اهل النيه كذلك في الغزو كذلك في كل الاعمال الشريفه فاللي نوى انه يصوم او حصل عارض او منع من الصيام لكن كانت النيه موجوده وحاضره وشاهده له, له الثواب نعم ان شاء الله له هذا الاجر العظيم، سنه مضت بما حمل فيها من الذنوب والخطايا وكلنا ذو خطا كلنا خطاؤون نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام كل ابن ادم خطأ وخير الخطائين التواب قالوا قال والسنه اللي قادمه اما ان يلطف الله بك فيحفظك يعني صيام يعني عرفه خطأ. يعمل لك حفاظه مش هنقول عصمه حصانه يعني نقول حفظ آه. لان آه. العصمه للساده الانبياء آه. فمن الادب نقول ايه ان ربنا بيحفظك م. مش بيعصمك م. بيحفظك يباعد عنك اسباب التردي في المعاصي والزلات والهفوات او ولو وقع العبد فيها فبعدها آآ آآ تاب الى الله صانه الله بسره الذي اودعه في يوم عرفه بالسر والبر اللي كان مودع فيه يوم عرفه بكل ده بالصيام كل ده بالصيام فاهل المشهد العظيم واهل الموقف الكريم حمل الله عنهم التبعات وقال افيضوا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات ومن لم يشهد الموقف وكان في داره وبيته والحمد لله الـ يعني الاروقه الحكوميه بتدي والدواوين اجازه في يوم عرفه الحمد لله رب العالمين واللي عندهم اشغال واعمال فيبقى هناك فراغ كل مستعد يبقى نفرغ لذلك ويوم أعرف السنة دي جاي بعد أجازة الجمعة احتمال يبقى الخميس يعني يبقى, يبقى فتبقى فرصة عظيمة أن الجميع يتفرغ للطاعة